الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، لكم تحياتي، أهلا وسهلا بكم مع أول فيديوهات الفاينل ريفيجن في مادة الكيمستري لكيمياء الثانوية العامة لسنة 2021، ومعاكم مستر نور الدين وقناة النورانيوم. هنحل مع بعض كتاب الموسوعة فاينل ريفيجن في مادة الكيمستري، وهبدأ معاكم بتشابتر 4. الكتاب نزل الحمد لله في الفجالة، وتقدروا تجيبوه وتطلبوه من المكتبات بتاعتكم. طيب، هنا لما نبدأ بتشابتر 4، هو الكتاب مقسم كل تشابتر لمجموعة من اللسنز، وكل لسن عليه مجموعة من البوكلتس اللي هي فيها أفكار جديدة وفي نفس الوقت سهلة وبسيطة بعيدة عن التعقيد، وفي نفس الوقت ما هياش هايفة أو تافهة بمعنى أصح. طيب، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بأول بوكلت في تشابتر 4، ونبدأ بالسؤال الأول. بيقول لي choose the correct answer. The best container to store a copper sulfate solution is galvanized iron container ولا iron container ولا silver container ولا aluminium container. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل storing للكوبر سلفيت، فهحطها في كونتينر. لازم الكونتينر يكون less active than الكوبر. ليه؟ لانه لو more active than الكوبر هيعمل له replacement، وبالتالي الكونتينر هيتاكل، لانه هيحصل له اوكسيديشن، وهتخسر كده السولوشن لانه هيتحول لسبستانس جديده غير الكوبر سلفيت. فايه الحل؟ ان انا استخدم ميتال ليس اكتف زان الكوبر. عندنا مين ليس اكتف زان الكوبر؟ ما عندناش غير السيلفر. طيب، سؤال نمبر 2 بيقول لي the paint layer will quickly crack in one of the following cases. يعني بيقول لي ان طبقه الطلاء الموجوده هيحصل لها عملية كراكينج، تشقق أو شرخ، بشكل أسرع في أنهي حالة من الحالات الآتية. أول حالة بيقول لي scratching the cathode containing layer coating layer، إن أنا يكون عندي غطاء كاثودي، أو أنا عامل connecting بميتال less active، أو عامل coating بميتال less active. ولا put sulfuric acid in a galvanized iron container، إن أنا أحط sulfuric acid في container في خبالك كونك سلفوريك اسيد ايرن، وعليه طبقه من حصل لها جالفانيزيشن. طبعا جالفانيزيشن يعني متغطيه بالزنك، والزنك والايرن هما الاثنين اصلا مور اكتف زان مين؟ مور اكتف زان الهيدروجين بتاع الاسيد، ودي حطها حلقه في ودنك. طب لتر سي بيقول سكراتشنج ا تين فويل كفرنج ا بيس اوف ايرن، ان انا هجيب طبقه من الايرن، او هجيب لاير، اجيب ايرن ومتغطي بلاير من التن. طبعا التن ليس اكتف زي الاير. ولا اخر حاجه putting sulfuric acid into an iron container covered with copper. الايرن اللي متغطي بالكوبر، الكوبر هو اللي ظاهر بره، الكوبر ليس اكتف زي الايرن، يعني مش هيتفاعل مع الاسيد. طيب، هنا بيقول لي انا عايز يحصل ان اللاير بتاعه اللي انا عامل بها كوتنج تتشال بسرعة. تتشال بسرعة امتى او شبه مين؟ ان انا احط السلفوريك اسيد في جالفانايزد ايرن كونتينر، لان الايرن ذات نفسه مور اكتف، والزنك اللي مغطي الايرن في الجالفانايزيشن هو كمان مور اكتف، فبالتالي هيكون الرياكشن فاست وهيحصل رياكشن بسرعة. بيقول لي by dipping a plate of the same type of the material as anode into half of the cathode cell of the Daniell cell. طبعا احنا عارفين ان Daniell cell بتتكون من 2 half cells، واحده فيها الانود واحده فيها الكاثود، والانود والكاثود عباره عن 2 half cells. ال half cell الواحد عباره عن ميتال، والميتال ده بيكون عند السوليد ميتال ومحطوط ديبد مغموس في سولوشن لنفس الميتال. يعني مثلا كان عندنا الزنك محطوط في زنك سلفيت، وكان عندنا الكبر محطوط في كبر سلفيت. انا بقى هعمل ايه؟ انا هخلي التو بليتس او التو الكترودز عبارة عن نفس الاليمنت. ايه اللي هيحصل؟ طيب، هل it remains constant، ال EMF هتفضل constant، ولا هتزيد increases ولا decreases ولا increases slightly، هتقل ولا هتزيد، ولا هتزيد زيادة بسيطة، ولا هتفضل زي ما هي؟ الله، انا هعمل ايه؟ انا دلوقتي يا ولاد كل اللي هعمله ان انا هخلي الاتنين من نفس النوع. من نفس النوع يعني ايه اللي هيحصل؟ خلي بالك انا جايب هنا the nature of the lead accumulator plates is similar when. هيكونوا شبه بعض امتى؟ شبه بعض امتى؟ لما بيكون ما بيقضيش وظيفته. طيب، هل بيقول لي الاكيميليتور is completely charged؟ لا، لو completely charged بقى يبقى عندي انود وكاثود شغالين مع بعض وبيطلعوا ام اف. هل الاكيميليتور is empty؟ يعني ايه empty؟
امتي يعني انا كده حولت كل الانود والكاثود لنفس السبستانس اللي هي الكبر سلفيت، واعتقد ان هي دي الانسر. طب يا مستر طب ما نكمل، بيقول لك ان الالكترولايت دينستي از هاي. الالكترولايت دينستي از هاي هي نفس الفكره الاولى، ان انا لسه في بدايه تشغيل السل او الباتري، او البي اتش از تو لو. تو لو يعني هنا الاسيد كونسنتريتد، يعني لسه ما شغلتش الباتري، فبالتالي الاجابه هتكون ليتر بي. نمبر 6 بيقول لي the active substance in the lead accumulator. هنا مين المواد اللي بتتفاعل في الاكيميليتر؟ طبعا عندنا الانود والكاثود عباره عن ليد اللي هو الانود والليد دايكسايد اللي هو الكاثود، فبالتالي الانسر هتكون هي ليتر بي. نمبر 7 بيقول لي aircraft structures that are made of aluminium are exposed to rainstorms happens. يعني لما بيحصل عواصف من الرينز، الايروبلينز او الايركرافتس مصنوعه من الالومنيوم او فيها الومنيوم، هل ايه اللي هيحصل؟ هل الريدكشن اوف الومنيوم كونتينز اوكيرز اند ذا هاردنس اوف ذا ستراكشر انكريزز، ولا ذا ستراكشر ار سلولي كرودد، ولا الالومنيوم اتومز ار ساكريفيشال الكترودز ذات بريفنت كروجن، ولا الايركرافت ستراكشر ارنت افكتد باي رين ستورمز؟ طبعا هنا السؤال ده محتاج مني سن التركيز. سن التركيز ده يا مستر بيقول لي هنا ان الفريمز بتاعت الايروبلينز او اللي هي الاير كرافتس اللي بيخش في المانيفاكشن بتاع الالومنيوم هتعرض لستورم ورينز. ايه اللي هيحصل؟ هل الكاتاينز بتاعت الالومنيوم هيحصل لها ريدكشن ولا وبعد كده تزيد السولوديت بتاعتها، ولا هيحصل ان الفريمز دي هيحصل لها كروجن سلولي؟ طبعا هنا ولاد رينز يعني هنا لا بيحصل سكراتشنج يعني هيحصل خدش، فبالتالي هيبدأ يحصل الرست، بس عملية الرست زي ما احنا عارفين ان هي بتكون سلو، فبالتالي الإجابة هتكون لتر بي. طيب نمبر 8 بيقول لي forcing the metal to be protected from corrosion to become a cathode. هنا يا ولاد هيكون كاثود، هي كلمة landing pad ديت المقصود بيها هي، بس ايه المقصود بيها يكون كاثود؟ هنا يا ولاد كلمة كاثود، كلمة كاثود الكلمة بس ايه محتاجة تعديل، كاثود. ايه اللي هيحصل instead of a being anode؟ يعني انا عندي ميتال وعايز احميه واخليه كاثود، عشان اخليه كاثود يعني هعمل الكاثوديك بروتكشن تاني كده، لا سوري، الاليمنت اللي انا عايز اعمل له بروتكشن هخليه كاثود. هخليه كاثود يعني ايه؟ يعني هيتوصل بإليمنت تاني more active than الاليمنت ده، يعني الاليمنت ده اللي عايز احميه يعني وليكن الايرون هيشتغل كاثود، يبقى انا هوصله بميتال اقوى منه يشتغل انود، فبالتالي دي هسميها انوديك بروتكشن، ان طالما الحديد اشتغل كاثود يبقى هي دي متوصل بإليمنت اقوى منه يشتغل انود، فبسميها انوديك بروتكشن. By dipping plate A in the CuSO4 solution it was noticed that the plate of solution wasn't changed. مش هيتغير السولوشن، مش هيتغير، ده معناه ان ما حصلش رياكشن، فبالتالي البليت A ده هو less active. هل هو السيلفر ولا الايرون ولا الزنك ولا الالومنيوم؟ طبعا هنا السيلفر هو less active زي الهيدروجين. نمبر 10 بيقول لي one of the following occurs in a fuel cell. هل each oxygen ion gains a pair of electrons، ولا each oxygen atom gains in gains a pair of electrons، ولا the hydroxide groups produce as a result of oxidation، ولا each 4 gram of hydrogen lose 3 electrons؟ طبعا هنا الفيول سيل احنا عارفين الانود والكاثود، عندي الهيدروجين وعندي الاكسجين، فبالتالي هيكون هنا بقول ان الاكسجين ده الكاثود بيحصل له ريدكشن، طالما بانه بيحصل له ريدكشن فبقول ان الاكسجين اتوم بتجين بير اوف الكترون. ليه يا مستر؟ سوري، الاكسجين داي فالنت، فكل اكسجين اتوم بتجين 2 الكترون. نمبر 11 بيقول لي one of the following is true when connecting Daniel cell to a battery whose voltage is equal to the cell's voltage. يعني دانيال سيل بتطلع اي ام اف، هوصلها انا باتري من بره ليها نفس الاي ام اف، يعني انا بزق فورس وجاي لي فورس من بره هي نفس الفورس بس ديفرنت في الدايركشن. شكل تحس ان السؤال ده داخل على فيزيكس شويه والثيرد لو بتاع نيوتن، صح؟ بس كده الاجابه اتفهمت. طيب تعالى نقرا كده، هل الكرنت باسز فروم ذا انود of the cell to its cathode. يا عم انت مدخل اللي داخل قد اللي خارج. Letter B، هل ال current passes from the cathode of the cell to its anode through the wire، ولا no oxidation or reduction reaction occurs، ولا the salt bridge leads its job efficiently؟ طبعا احنا قلنا اللي داخل قد اللي خارج،
فالعملية هتبوظ خالص وتبقى باظت باظت خالص. فهقول ان neither oxidation nor reduction occurs، والإجابة letter C. Number 12 بيقول لي a student plugged in Daniel cell and noticed that the voltmeter didn't deflect due to، يعني محصلش deflection في البوينتر بتاع الفولتميتر اللي هو انا موصله في دانيال سيل. هل different anode and cathode plates، ولا half of the cell had the same plate ions، ولا the salt bridge solution isn't electrolyte، ولا isolation of the half cell solution؟ انت عم عندك دانيال سيل، انا كده كده فاصل الانود عن الكاثود فدي ما تنفعناش. السولت بريدج سولوشن ازنت الكترولايت، ايه ده؟ هو نون الكترولايت، يعني ده معناه ان ده مش هيسمح بالكونكشن، فبالتالي هو ده السبب ان مفيش كارنت، فبالتالي الفولتميتر بوينتر مش هيتحرك. فالانسر لتر سي. One of the following cells whose overall reaction involves replacing a metal with another metal by its oxide. من هنا element بيتفاعل مع oxide لelement تاني. طبعا هتراجع الفور سيلز اللي عندك، وده يكون شبه مين؟ هل الميركر سيل، ولا الفيول سيل، ولا الليد اسيد باتري، ولا الليثيوم ايون باتري؟ طبعا الكلام ده بيحصل في الميركر سيل، عشان انا بفاعل الميركري مع بفاعل الزنك مع الميركريك اوكسايد، فالزنك هنا هو الميتال والميركريك اوكسايد هو الاوكسايد. Number 14 the oxidizing agent in the cell MM positive 2 salt bridge N positive 2 N. اولا بيقول لي الاوكسايزنج ايجنت، مستر نور قال لنا في الشرح ان البروسيس اوبوزيت للفاكتور، العمليه عكس العامل. يعني ايه يا عم الحاج؟ يعني انت بتدور على الاوكسايزنج ايجنت، يبقى هات لي قول لي مين اللي حصل له ريدكشن. بص هنا طبعا البارت الاولاني بيكون الانود، يعني الاوكسيديشن من ام لام بوزيتيف 2 البروسيس اوكسيديشن، يبقى الفاكتور ريديوسنج مش عايزه. البارت الثاني بيمثل الكاثود من بوزيتيف لزيرو، هنا حصل ريديوس، حصل نقص في الاوكسايزنج ايجنت، يبقى ده ريدكشن. يبقى ال ان ال ان بوزيتيف 2 ده هو اللي حصل له ريدكشن، يبقى هو الاوكسايزنج ايجنت. خلي بالك يا حبي، الاوكسايزنج ايجنت والريديوسنج ايجنت موجودين في الناحيه او السايد بتاع الرياكتنس، فالانسر هتكون هي ان بوزيتيف 2. نمبر 15 بيقول لي none of the following it is true at the moment when the anode half of the anode decays into the Daniel cell. يعني بيقول لي ايه اللي هيحصل لما ان الانود يحصل له ديكاي، يتاكل بمقدار النص تقريبا. تاني كده في نمبر 15 بيقول لي مين كوركت لما يحصل ديكريز في الماس بتاعت الانود في دانيال سيل ليه هاف اتس ماس. هل السولت بريدج لوزز اتس فانكشن؟ وانا مالي يا ليمبي، انت الانود بيتاكل قال النص، والسولت بريدج هي مالها؟ طب الريدوكس رياكشن كونتينيو هتستمر، ولا الريدوكس رياكشن ار ريفرسد، ولا ريدوكس رياكشنز ستوب؟ اولا انت قلت ان الماس بتاعت الانود قلت للنص، يعني الانود لسه ما خلصش، ايوه يعني الراجل يقدر يشتغل. يبقى هنا هقول ان الريدوكس رياكشن شغال عادي، طالما لسه في ماس في الانود فالرياكشن شغال. نمبر 16 بيقول لي تو بروتكت ميتال فروم راست، انا عايز احمي ميتال من الصدى. هل كونستانتلي بولينج الكترونز اوت اوف ات، اخد منه الكترون، اخد مني الكترون يعني يحصل له اوكسيديشن يعني يشتغل انود، لا يا عم كده هيصدي. ولا كونستانتلي فيدنج ات الكترونز، اديله انا الكترونز، اديله الكترونز يعني يحصل له ريدكشن يعني يشتغل كاثود، يعني ده يتوصل بمثل اقوى منه يكون انود. ايه ده؟ ده كده دي الانودك بروتكشن. طب اركن على جنب دي، كونكتنج ات تو ميتال ليس ذان ات، لا ليس ايه يا عم؟ ده الليس ده بيهرب ويضحي بالميتال القوي، مش هينفع. ولا connecting it to a metal greater in the reduction potential، ما هي نفس اللي فوقيها. فطبعا الإجابة feeding it with electrons، إن أنا أغذيها بالإلكترونز. ليه؟ لما بتاخد إلكترونز يبقى بتشتغل كاثود، يعني هي دي بيعبر لي عن الأنوديك بروتكشن. Number 17 بيقول لي one of the following reactions takes place at the anode of the galvanic cell. إيه اللي بيحصل عند الأنود؟ أوكسيديشن. يبقى أنا بدور على أوكسيديشن بروسيس، يعني بيحصل فيها إيه؟ بيحصل فيها ان الميتال بيلوز الكترونز وبيزيد في الاوكسيديشن، في الاوكسيديشن نمبر بتاعه. طب بص كده، عندي ايه؟ بوزيتيف 2 بلس 2 الكترونز، يعني هيجيني 2 الكترون، لا يا عم ده ريدكشن. طب تعالى على لتر بي، بيقول لي 3 بي بوزيتيف نيجاتيف 3 الكترونز يدينا 3 بي. اقف هنا، نيجاتيف 3 الكترونز ده معناها ان ده يعني ماينس 3 تعدي الناحيه الثانيه، ما عندناش ايكويشن فيها ماينس، بعديها الناحيه الثانيه
يبقى دي معناها 3p positive هيدينا 3p plus 3 electrons. لا لا ده مش ماشي معانا خالص. طب تعالى لتر سي، 2a positive plus 2 electrons ده معناه ان ال a ions بتجين، ده reduction. طب بص كده 2n 0 negative 4 electrons هتطلع الناحية التانية 2n positive 2 كالعادة، هخلي الفوق negative 4 electron تعدي الناحية التانية فيكون 2n بتتحول ل 2n positive 2 plus 4 electrons. اه فعلا ده بيعبر عن losing ال n ل 4 electrons، وبيعبر لي كمان عن زيادة في الاكسجين نمبر ال n من 0 ل positive 2، فدي هتكون ال answer. Number 18 بيقول لي one of the metals found in the nature in elemental form. كلمة elemental form أو في ال elemental state أو ال atomic state ده معناه إن هو ده less active، ده معناه إن هو بروتا. بروتا يعني إيه يا مستر؟ يعني ده موجود دايما في ديل السيريز، يعني عنده oxidation potential قليل أو reduction potential عالي. طب الراجل مدينا إيه في المسألة؟ مدينا oxidation potential، يبقى أنا هاخد أقل oxidation potential، يعني ده يعني هاردلي بالعافيه على ما يلوز الكترون، فبيفضل ان يكون متر. اقل رقم هنا فين؟ نيجاتيف 0.8 ولا 0.762 فولت ولا 0.48 ولا 0.126 فولت؟ طبعا اقل رقم هو لتر A، فالانسر لتر A. نمبر 19 بيقول لي اوف ذا اوكسيديشن بوتنشال اوف كلورين از نيجاتيف 1.36 اند ذا اوكسيديشن بوتنشال اوف فلورين از نيجاتيف 2.87، وماله؟ Then the following reaction Cl2 plus 2NaF هيطلع 2NaCl plus F2. استنى كده، والله طبقا للإيكويجن ال Cl كان بزيرو خرج بنيجاتيف 1 وال F كان بنيجاتيف 1 خرج بزيرو، يعني حصل ريدكشن للكلورين وحصل أوكسيديشن للفلورين. طيب بص ارجع تاني بقى كده، الفلورين عنده أوكسيديشن، الكلورين سوري عنده أوكسيديشن نيجاتيف 1.36 والفلورين نيجاتيف 2، مين الأكبر؟ طبعا نيجاتيف 1.36، يعني الاولى للفلورين موجود مع الكلورين ان الكلورين هو اللي يحصل له اكسديشن، لكن المعادله ما بتقولش كده، المعادله بتقول ان الكلورين من 0 لنيجاتيف 1 يعني هو حصل له ريدكشن. فبالتالي هنا الانسر تاني نقرا الانسرز بس الاول التشويسز. بيقول لي اتس سبونتينيوس، لا يا عم سبونتينيوس ايه؟ ما ينفعش، لان ده مش لوجيك. مش لوجيك ليه؟ لان حصل هنا العكس، المفروض ان الاف هو اللي يحصل له ريدكشن والكلورين هو اللي يحصل له اكسديشن. طيب اتس سبونتينيوس برضه غلط. طيب لتر سي بيقول لي اتس نون سبونتينيوس، اه دي نون سبونتينيوس اند فاسيليتيتس ذا اكسايد اوف فلورين جاز، يعني هنا ات فاسيليتيتس ذا سوري ذا اكزيت اوف فلورين جاز، يعني بيحصل فيها تحرر للفلورين جاز. يا عم انت لسه قايل ان هي نون سبونتينيوس يعني ما بتحصلش، فازاي الفلورين هيحصل هيتكون؟ طيب لتر دي اتس نون سبونتينيوس اند فاسيليتيت ذا نيكست رياكشن ان ال F2 بلس 2 ان اي سي ال هيدينا سي ال 2 بلس 2 ان اف. اه ده صح، لان الفلورين هنا من 0 اصبح نيجاتيف 1 حصل له ريدكشن، والكلورين من نيجاتيف 1 خرج 0 حصل له اوكسيديشن. اه ده ينطبق على المعلومه اللي فوق، لان الكلورين الاوكسيديشن نمبر بتاعه اعلى فهو الاولى ان يحصل له اوكسيديشن، فالانسر لتر دي. نمبر 20 وده اخر سؤال، an iron sheet was connected to a metal to protect it from rust. ومال؟ and after a while it was noticed that the iron sheet was corroding and the metal didn't corrode. ده احنا كده اتضحك علينا، ده معناه ان الميتال ده less active than the iron، والايرن هو اللي اتضحى بيه وهو عنده oxidation potential اعلى وبالتالي هو الانود. طيب قال لي the metal feed the iron sheet with electrons، يعني الميتال ده بيدي الايرن الكترونز؟ لا طبعا، لان الميتال لو بيدي الايرن الكترونز يعني الميتال مور اكتف، والكلام ده بيقولش كده. لتر بي الميتال بولز الكترونز فروم ذا ايرن، يعني بياخد الالكترونز من الايرن. اه لان الايرن هنا شغل انود فبيحصل له اوكسيديشن وهو اللي بيلوز الالكترونز، فالانسر هتكون هي لتر بي. وبكده نكون خلصنا البوكلت نمبر 1، والى اللقاء في البوكلتس اللي جايه ان شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.